كل واحد كتب الحاجات اللي بيخاف منها؟ حضرتك انا كتبت، اتفضلي. ماشي. سوري بس انا كتبت بالانجلش. مفيش مشكله. ايه ده؟ ده ما كتبتش حاجه. ما بخافش من حاجه. انت عندك ايه تخاف عليه؟ ايه ده؟ كل دي حاجات بتخاف منها؟ السايكولاستيكي اكتراري اضطراري تكراري. ايه؟ السايكولاستيكي اكتراري اضطراري تكراري. الدكتور النفساني قال لي كده انك انت خواف وهتاخد على الخوف. انا حاولت بس ابقى دقيق مع سيادتك واكتب كل الحاجات اللي انا خايف منها علشان ما تحطهاليش في البرنامج كعراقيل. كايه؟ عراقيل، ما بحبش حد يعرقلني. طب ايه رايك بقى ان احنا عايزين نعرف انت بتخاف من ايه بالظبط عشان نحطه قدامك في المسابقه كعراقيل؟ ايه ده؟ لا 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 كده مش هينفع والله. لا مش هينفع. لا امال قدمت في المسابقه ليه؟ مش انا عمر ابني هو اللي قدمني في المسابقه علشان وانا ما مش عايز ازعق عشان كده. ايه اللي انت بتاخده ده؟ وريني مهدئ. شعبان انت خايف من ايه؟ دي مسابقه لعب تمثيل يعني. انا مش عايزك تخاف، احنا موجودين حواليك في كل حتة حتى لو انت مش شايفنا. كاميراتنا في كل مكان، يعني شايفين كل حاجة بتعملها وسامعين كل كلمة بتقولها. هو حضرتك حبقنا لوحدي في المسابقة ولا ايه؟ لا طبعا، بس احنا متعمدين ان المتسابقين ما يشوفوش بعض عشان يفضل عنصر المفاجأة موجود. اي حد هتقابله من ساعة ما نبتدي المسابقة ممكن يكون معاك وممكن يكون ضدك. هو هيبقى في ناس ضدي كمان. ممكن يساعدك وممكن هو يوقعك في الغلط اللي يطلعك من المسابقة في مراحلها الأولى. وبعدين بقى في اللخبطة دي؟ عايزك تتعامل مع كل حاجة بشجاعة وحذر، ما تخليش أي حد يعطلك. عشان توصل للهدف النهائي لازم تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب مع حسن التصرف وسرعة البديهة. وانا مش عارف حضرتك، بس انا لغاية دلوقتي انا هعمل ايه بالظبط ولا هروح فين ولا هنبتدي ازاي؟ مع بداية اول حلقة هنبقى نعلن البروسيجر بتاعت البرنامج، الخطوات يعني. احنا هنجهزك دلوقت وهتفضل معانا هنا لغاية لما نبتدي المسابقة. تيست. اعمل ايه حضرتك؟ روح معاه. ممكن اخد ايه؟ اتفضل. ايوه. ده ماله ده؟ ده بيترعش وخايف وجبان. انا مش فاهمه انت تعب نفسك معاه ليه؟ ده مش ممكن يعدي المرحله الاولى حتى. اللي انت بتقولي عليه بيترعش وجبان ده، انا ممكن اخلي مصر كلها تتكلم عنه على انه اشجع رجل في العالم. لا وبعدين يا شعبان؟ لا يعني ان شاء الله هبقى جاهز، بس انا بس باخد وقت شويه وبعد كده هبقى كويس. انسى القلق اللي انت فيه ده وافتكر شعار البرنامج. الشجاعه هي ايوه الشجاعه هي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مع حسن التصرف وسرعه البدينه. هيضيعنا. ركز كويس في اللي هتعمله يا شعبان. سبتا. انت لسه هتقابلك مفاجآت كتيره. هعمل ايه بالظبط طيب يعني؟ هتنزل من العربية دي تعدي الشارع، هتجيلك عربية سودة تركبها. طب سيادتك بعد ما اركب العربية يعني هعمل ايه؟ التليفون ده هيبقى معاك وهيكون وسيلة الاتصال بينا، وهنديلك عليه خط السير، وبعد كل مرحلة هنقول لك الخطوة اللي بعد كده. في أي استفسار؟ أيوه. إيه؟
كيفية الانسحاب من المسابقة. نعم. ما أنا انت لسه معاك الموبايل بتاعك؟ انت مش عارف ان ده ممنوع؟ ايوه بس ده عمر ابني عايز ارد عليه. طيب وبعدين تبقى خد التليفون. الو الو بابا. ايوه يا عمر. ايوه يا بابا، انا قاعد قدام التلفزيون مستنى اشوفك، يبقى اعمل لي باي باي. حاضر يا حبيبي، حاضر حاضر، هعمل لك باي باي. مع السلامه حبيبي عمر. طيب هي المؤاخذه الكاميرات هتبقى فين بالظبط علشان بس اعمل عمر باي باي؟ قلت لك الكاميرات هتبقى حواليك في كل مكان، بس ما تعملش العمر باي باي في الكاميرا، لانك هتعمله باي باي قدام مصر كلها. شعبان، البرنامج ده اول مره يتذاع في مصر، ودي الحلقة الأولى وعلى الهوى، وأنا مراهن عليك إنك هتبقى الفارس الأول. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ابتدي اجهز بالعربيه. بص يا ماما، الفارس هو واقف بيستعد للمغامره، شكل بابا هو اللي هيبقى الفارس الاول. تراني ان باباك يطلع من اول مرحله؟ اراهنك ده ابويا وانا عارفه. عايزك تمشي معاه لحظه بلحظه ببطء. اسمعني كويس، هتقف في المكان اللي اتفقنا عليه، هتجي لك عربيه مرسيدس سودا رقمها 7272 ملاك الجيزه. السواق هيديك شنطه فيها كل اللي انت محتاجه، ترمي التليفون اللي معاك، السواق هيديك تليفون تاني. تمام يا باشا، مش عايزك تقلق خالص. اديهولي ثانيه واحده. اهم حاجه الورق والمستندات اللي في الخزنه، رقم الخزنه هتلاقيه على الموبايل اللي مع السواق. اوكي خلاص ماشي. سلام سلام. اخر الشارع معاك يا هندسه. حاضر يا باشا. هو بيعمل ايه ده؟ ايوه ايوه انا شايف البرنس بيسوي له اهو. اول ما يركب العربيه تاخد منه الموبايل وترميه وتدي له الموبايل التاني. لا ما تلاقيش. سلام. مساء الخير. تبع البرنامج سيادتك؟ برنامج ايه؟ تبع الخطه يعني. وانت اركب يا برنس، اركب. ورا يا برنس، ورا ورا ورا. عربيه مين دي اللي ركبها؟ اطلع وراهم بسرعه. اتصل بيه خليه ينزل من العربيه دي. ارمي ده بقى، مش مدام انك ارميه. ايه يا عم الحاج، رميت التليفون ليه؟ امال هنعرف التعليمات ازاي؟ امسك ده. الله. طب انت عارف احنا رايحين فين ولا انت لخمه ولا ايه؟ عيب يا برنس، ده احنا بتوع المهمات الصعبه. انت زعلانه مني يا لولو؟ انا من النهارده عمري ما هزعل منك تاني يا حبيبي. طب ما تيجي نطلع فوق علشان عايز اقول لك حاجه. صحيح ده انا محضره لك مفاجاه هايله، هروح العربيه اجيبها لك وانا اللي هرجع اقول لك حاجات وحاجات.